السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد ربح عمله البيتكوين. هذا الموقع بيدفع على المحافظ النظاميه مثل تراست وولت كويونومي. طبعا هذا الموقع عمره عده ايام فقط لا غير، لكن رغم ذلك فيه اثباتات سحب جدا كويسه. الحد الادنى للسحب من 10000 ساتوشي مثل ما كانوا ملاحظين هون 10500، هون 14000، هون 11000. طبعا 2 سبتمبر او 2 ايلول شايفين اصدقائي. طبعا موقع جيد، الربح الاساسي منه من الاعلانات، رح نشرحه خلال هذا الفيديو وان شاء الله خلال الايام القادمه ممكن نقدم اثبات سحب عنه. مثل ما انا مسجل في جديد لسه ما عندي اثبات سحب، لكن رح نشرح الفيديو ان شاء الله خلال الايام القادمه بنقدم اثباتات سحب عنه. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء التسجيل فيه جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف، طبعا هو لينك مباشر. انا ما بستخدم اي روابط متصله، بتفتح معك هاي الصفحه اخي الكريم، تروح على كلمه ريجستر هاي اللي هون وبتضغط عليها. طبعا ممكن يعطيك الموقع كباتشا ليتاكد انه انت معك روبوت، تمام. بتحل الكباتشا هاي ستيرز وبتروح على كلمه ريجستر مشان تعمل تسجيل بالموقع. بيقول لك الموقع حط هون اسم المستخدم الخاص فيك، حط ايميل صحيح، حط باسورد، عيد الباسورد وعمل ساين اب. طبعا الموقع رح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير المرغوب فيه. بتضغط على اللينك الموجود فيها، بتفعل حسابك وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا التسجيل جدا سهل وما بياخذ منك اي وقت اخي الكريم. مثل ما قلنا بتاكد ايميلك، بعدين تعمل لوجن الايميل الخاص فيك الباسورد وبتسجل دخول على الموقع. مثل ما ملاحظين نحن هون بنجمع الساتوشي الخاص بالبيتكوين، معي هون 30 ساتوشي فقط. وانا حاليا لسه مثل ما قلنا انا جديد على هذا الموقع، فما عندي اثبات سحب. ان شاء الله بالايام القادمه بنقدم اثبات سحب عنه. انا من نيم بدي بلش اجمع هاي الساتوشيات. شايفين اصدقائي ايرن ساتوشي مثل ما كنتم ملاحظين هون، في طريقتين كلهم اعلانات. طبعا سيرفينج ادز بضغط عليه اول شيء هيك. طبعا موجود مجموعه كثير كبيره من الاعلانات داخل الموقع مثل ما كنتم ملاحظين، هاي الصفحه الطويله كلها اعلانات. طبعا يعني اسعار جدا كويسه. هذا الاعلان باربع ساتوشي، هذا باربعه، هذا باثنين. طبعا راح انزور لتحت، هذا بواحد ونص مثلا. هذا الاعلان بروح على كلمه فيو ادز، بضغط عليه هيك. طبعا راح يفتح معي الاعلان بصفحه ثانيه مثل ما انا ملاحظ اخي الكريم، في هون الاعداد الرقميه اللي هي 10 ثواني حسب قيمه هذا الاعلان. بتنتهي بروح على كلمه كونفيرم، بحل لحاله الكباتشا تلقائي او ممكن يعطيك كباتشا وبعدها بتاخذ قيمه هذا الاعلان. انا بسكر النافذه المنبثقه، طبعا راح يرجعني هون على الصفحه الاساسيه داخل الموقع وبكسب قيمه هذا الاعلان. بتابع بكل هي الاعلانات اخي الكريم وبكسب منها. العمليه جدا سهله مع هذا الموقع. الطريقه الثانيه هي ويندوز ادز، طبعا هي اعلانات مشابهه للمبدا الاول، ما بتختلف عنه كثير اخي الكريم. كمان في مجموعه جيده من الاعلانات، كل اعلان بقيمه معينه مثلا هون يعني ساتوشي وشوي. بروح على فيو ادز، بضغط عليها هيك وبنتظر. شايفين اصدقائي 15 ثانيه بنتظر راح تتحمل طبعا، وببلش تعد العدات الرقميه عندك اخي الكريم. بس انتهى هاي ال 15 ثانيه بيعطيني كمان كباتشا او ممكن يحل لحاله بشكل اوتوماتيكي. روح على كلمه كونفيرم، شايفين اصدقائي بعدها دون. طبعا هيك انا برجع للموقع وبكسب قيمه هذا الاعلان. بتابع بقيه الاعلانات بكسب منها اخي الكريم. العمليه جدا سهله مع هذا الموقع. في عندنا كمان هون ريفرال تولز او يعني رابط الاحاله، طبعا تظهر لي هاي الصفحه، هذا رابط الاحاله الخاص فيه. انا باخذ كوبي بظهر لاصدقائي لاستفاد الموقع بشكل افضل. انت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. كمان في عندنا هذا البانر ممكن نحطه بالمدونه او الموقع الخاص فينا لحتى ندعي الاصدقاء كمان لهذا الموقع. مثل ما قلنا موقع جديد جيد ما بيتطلب اي خبره. طيب لنفترض نحن وصلنا للحد الادنى للسحب، كيف نسحب من الموقع؟ برجع على كلمه داشبورد وتظهر لي هون الكميات اللي معي. طبعا ما فيني اسحبها لانه اقل شيء 10000، فانا بروح على كلمه ويزدرو. بيقول لي الموقع هون انا ما عندي مثلا محفظه بيتكوين، بقول له ابديت. طبعا بحط هون عنوان محفظتي البيتكوين الخاص فيا، ممكن تجيبه من تراست وولت، ممكن تجيبه من اتوميك وولت، بلوك تشين، وما اخي كريم عندك محفظه. لكن لا تحط المحافظ الى حد ادنى للسحب مثل باير، لا تحطها ابدا مع هذا الموقع. الباير ما بيستقبل كميات صغيره من البيتكوين. فيك تحط الفوست باي، طبعا اذا عندك الفوست باي قديم يحوله لليجاسي، يعني يكون بدايته واحد او ثلاثه، وبتاخذ العنوان بتحطه هون بيقول لك اياه بشكل عادي، وبتعمله ابديت بس توصل للحد الادنى للسحب اخي الكريم. بترجع على داشبورد بتطلب السحب. طبعا اصدقائي انا راح احط لكم صندوق الوصف مجموعه من المواقع مشابهه لهذا الموقع، كلها بتشتغل تقريبا بنفس مبدا العمل، ممكن تكسب منها اخي الكريم. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.